مساء الفل عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج شارع النهار. فكره بقى ان يبقى ليك صديق حلمه شبه حلمك وبتشجعوا بعض عليه. شيء جميل قوي يا نانسي. زي مين؟ زينا احنا الاثنين كده بالظبط، وزي الناس الحلوه قوي اللي معانا. حلو، ويا بقى لو حلمهم ده ايه؟ التمثيل، والاثنين موهوبين جدا وشطار في التمثيل. حاتم صلاح ووليد عبد الغني. الله، عاملين ايه؟ ايه الضحكه الحلوه دي؟ برنسات العالم. والله عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ احنا كويسين الحمد لله. ابطال مسرحيه ايه؟ 1980 وانت طالع. اجمد المسرحيات اللي اتعملت وعملت ضجه فعلا. يعني قعدت استمرت تتعرض قد ايه يا وليد؟ كتير. سبع سنين. ده سبع سنين ده يعني ده عدد. ده مسرحيه بودي جارد. قعدت سبع سنين. بودي جارد قعدت اكتر تقريبا. قعدت 10. انتوا قعدتوا بقى سبع سنين. احنا كنا لسه بنعرضها لغايه قريب يعني. هنعرضها تاني. هتعرضوها تاني. احنا بنحب المسرح، بحب الفن. اتعرفتوا على بعض ازاي بقى في الاول خالص؟ انا وليد؟ في الجامعه. مع بعض في الجامعه؟ يعني احنا كنا في فريق التمثيل بتاع الكليه. أيوة. فريق تمثيل كليه التجاره. وبعدين انا دخلت لقيته هو، يعني كان هو قديم شويه عني، هو من الناس اللي علمتني يعني. مخضرم يعني. مخضرم ودمه خفيف. قول لنا حته. قول لنا حته كده. انا قبله بترمين تقريبا في الجامعه، وكنت انا دخلنا قصه تجاره وعملت مسرحيتين كده ثلاثه، وبعد كده حاتم ليتو دخل عليا يعني. فتعالى من ساعتها بقى. تعالى اعلمك حاجه كده. فعلا والله. خد الحته دي. هو ما شاء الله يعني. هو ما شاء الله عليه برضو. انا اتفرجت عليكم واتفرجت على المسرحيه، مسرحيه رائعه جدا بصراحه. انتم موهوبين جدا. انا عايز اقول لك ان انا بحبك جدا وبحبكم جدا. والله العظيم يا جماعه، بحب الحاجات اللي بتطلعوا فيها كلها. والله لا والله كسف. قولوا لنا بقى بدات ازاي. لا خد بالك، ده كراسي المذيعين. لا تيجي نبدل؟ لا خلاص، تاخدوا مكاننا واحنا نيجي هنا. شو البرنامج فاكر ممكن نروح ونيجي. لا هو الكرسي بيعمل كده. بص اهو. طب انتوا كانت بدايتكم في مسرح الجامعه، ايه اول مسرحيه عملتوها مع بعض؟ فاكرين؟ مع بعض. كان مسرحيه اسمها انهم يعزفون. كان الفرقه هم يلعبون انهم يعزفون. لا لا باللغه العربيه. لغه عربيه وبتاع. امال ايه؟ امال ايه وبتاع. فانا اول ما دخلت ما كنتش عايز اخش يعني، عايز امثل بس مش عايز بقى لغه عربيه وبتاع وكده، عايز اطلع على طول يعني. عايزين نهزر يعني، لسه هنجلص في الامور. فادوا له يعني. ادوا لي. ادوا لي دور. الفرقه كلها مشيت، كانوا يعني سابوك لوحدك. لا فرقه كل القدام مشيت. اول من العرض انت بقى عشان. والله عملوا كده. مش عملوا كده يعني، خدت دور بطوله يعني. حلو جدا. وخدت ممثل اول جامعه في اول ترم ما شاء الله. فكملت بقى. ده بتوجيهات وليد طبعا. والله والله فعلا يعني. هو ما كنتش عارف اي حاجه. هو المسرحيه كنا يعني، المسرحيه كانت تاليف محمود جمال، هو اللي مؤلف 1980 طالع وبالبروفا برضو. ومحمود كان كاتب اول مسرحيه خالص يكتبها، ف ما كانش لسه يعني، مش كل القدام اللي في الفرقه اعترضت يعني. انت تكتب يا ابني، انت مش لازم تعرف ما تجيب حاجه جاهزه وبتاع. بس احنا قرينا الموضوع يعني، في بعض الناس كده ثلاثه اربعه قدام كده قروا الموضوع فاشعرنا وبتاع. ف انت لا جت لنا المشاعر دي. حسينا بيه جدا، فقلنا الموضوع لطيف جدا وتعالوا يعني. وقفنا وراه طبعا، هو اقدم مننا وهو يعني هو اللي يعتبر معلمنا يعني. فكانت اول مسرحيه. حاتم بقى كان لسه داخل بتاع تعالى يا ابني رايح فين وكده. تعالى يا ابني رايح فين. انت ماشي معادي عادي؟ محتاجينك. في دور شبهك. تعالى. لسه بقى صغير، كان شعره طويل. لسه شعر بقى. معلش يا تومي. زي بقى ايه اللي حببكم في التمثيل اصلا؟ يعني ايه اكتر حاجه شدتكم؟ دخلتوا المسرح صدفه، ولا انتوا كنتوا مرتبين ان انتوا في يوم من الايام عايزين تقفوا على خشبه المسرح وتعملوا حاجه زي كده؟ لا انا مش كنتش مرتب خالص يعني. خالص. انا كنت بتفرج على، بحب الافلام العربي بس يعني. حلو. بحب يعني حافظ افلام عربي كتير كده. ودخلت الكليه وما اعرفش فين اوضه فريق التمثيل ولا سالت. كذا سكشن فاضي ففي النص. في رابعه بقى في الترم الثاني حد كده كنت بعرف يعني ايه، بهزر كده بشخصيات كده بيقلد البيه. البيه. طب ما تدينا حاجه. بص بقى. لا واحنا هنسيبك. لا هتفتح علينا فتحه ولا شيء. والله لا والله. هتفتح علينا فتحه. حاضر والله. لا قبل ما نكمل كلامنا هنقف عند الحته دي. اديني حته قلوده حلوه. بص هو انا مش بعرف اقلد. قلد اللي انت قلد سلطان. لا مش بعرف اقلد. مش بعرف اقلد قوي يعني. مش لا هو كان بيتفرج على افلام قديمه بيقلد ناس في يعني. قلد اللي انت بتتفرج على ماجد القلاي، فكنت باخد منه طب يعمل ايه؟
مثلا صلاح زفكار مثلا، العمليه اللي انت تقوم بيها دي تالت عمليه بحريه في العالم. يقول لك في الحرب العالميه الثانيه فشلت زي ما انتوا عارفين، الثانيه كانت في الولايات المتحده الامريكيه ونجحت، الثالثه اللي انت هتقوموا بيها دي ربنا معاكوا يا ابطال، انتوا بتضحوا بارواحكوا عشان مصر، مش هضحى انا باللانش بتاعي. اتفضل. حلو قوي، حلو قوي، حلو جدا. طب مين تاني؟ مين تاني يا كتير؟ عبارس عسل. يلا عبارس عسل. الله يرحمه. خليه بس، مش بعرف اقول له ده قوي والله، بس يعني خلينا كمال الشناوي مثلا. ماشي. انا مبسوط جدا 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 معاكم، مبسوط مبسوط قوي. قلت ماشي، ارحب هذيك اللي بيتي وقالت لي تعالى البرنامج. جيت انا وحاتم صاحبي جينا البرنامج. بس حلو قوي، حلو قوي بجد. المهم فخدتني وقالت لي في حد عايش؟ في حد؟ لا حد عايش؟ لا بقول لك كنت بحب الافلام العربية. ماتوا جوايا. قول لها يا ريت تموت الموضوع التقليد ده. جميل. ف بص هو بتهزر. فدخلتني ودخلت الاوضه وبتاع، قعدت شويه كده، انا ما بعرفش اندمج بسرعه في اي حته يعني، فقعدت شويه شهرين ثلاثه على ما اتكلم. شهرين ثلاثه. وبعدين قبل ما ياخد على المكان والمعدات. احنا الحلقه دي هتقعد قد ايه بقى؟ ما خدش علينا لسه. قعدت عايزين نتبسط. قعدت شهر مثلا، ايه، اقعد ساكت خالص، ما بخش البروفه، اقعد ساكت ما حدش يعرفني بقى، متفرج. قاعد بيقرا الناس بقى. الترم الثاني بقى رحت جاي دخلت بقيت محدش بيتكلم غيري. محدش بيتكلم ليه؟ اخدت بقى بس انا بقى شهر ساكت. قلت لهم بقى الحاجات اللي عندي وبتاع، والحاجات اللي هي تقليد وبتاع. شغلوه شغلوه. ده حلو جدا. شغلوه. اه ده حلو جدا. طب ما عندكش؟ اه حاتم برضه. ما بيقلدش ليه؟ لا والله حاتم بيغني. احكي لنا دلوقتي. لا انا والله قول لنا بقى. انا كنت عايز تمثيل. اه دخلته يعني موجه من دماغك ولا كان صدفه فعلا؟ اه موجه، بس ما كنتش عارف، ما اعرفش انا بعرف امثل ولا لا. فكنت عايز اقدم في معهد فنون مسرحيه، شفت كل البرامج، اي ممثل يقول لك انا كنت في المعهد وبتاع، فقلت انا عايز اروح المعهد. اشمعنى يعني؟ هم بيروحوا، انا عايز اروح المعهد اللي بيروحوه. ومش عارف بقى، انا كنت بتفرج على فيلم التجربه الدنماركيه كده و كانوا بيتكلموا على معهد اللاسلكي. فكنت يعني رحت هناك، فقال له انت لازم تعمل مشهد يعني. فكان في مشهد كده استاذ عادل امام لازم قوي يعني. بيضرب ابنه مجدي كامل بالقلم، ف بيقول له بتمد ايدك على علاء محمود، فكنت بوقف اختي كده برده. يا عيني يا حول الله. واديها ورده واحده كده وبتاع. ليه واحده؟ انت اكيد بتعيد بقى وتزيد. يا عيني يا حاج. عايزين نتدرب على المعهد. فرحت عرفت ان الموضوع مختلف يعني، فما قدمتش. عرفت ان الموضوع لا، مشهد لغه عربيه ومشهد عاميه. فقلت بقى اخش فريق التمثيل بقى وخلاص، يعني اعصر على نفسي لمونه. طب بدون ما قطعتك يا حاتم، كان ايه ممكن تجيب جمله من المشهد اللي كنت بتقول؟ هي جمله واحده بس. هي طيب يعني طبعا على الهوا دلوقتي، ويعني اكيد استحملت معاك كتير، بس احنا هنقول جمله من المشهد طبعا. هي كانت المفروض بتقول لي حاجه يعني، بتقول لي هو ابنه يعني، كان بيقول له انت مش عارف ايه، انت وصلت لمرحله انت مش شايف حاجه، مش فاهم حاجه وبتاع ومش عارف ايه. انت كبرت، انت خرفت. انا كده انت خرفت، انت خلاص ما بقتش فاهم حاجه، ما بقتش عارف احنا مين. راح مديله القلم وبعدين يقف، وهو مجدي كامل وقف له، جاي يقول له عايز تتهجم عليا يا محمود، وبيروح واقع. انت رايح تقدم في المعهد عايز تهجم عليا يا محمود، وراح واقع. طب سلام انت يا حوده. بس هي الحته دي قلت ان شاء الله هتبقى حلوه. ان شاء الله هتبقى حلوه. ثقه ثقه. طيب انتوا كمان بس مش بيمثلوا بس، دول هو مش عايز اقول لك بيكتبوا البشوات. اللهم صل على النبي. اكتبوا لنا حاجه بقى دي. بيشاركوا في الكتابه يا شباب. احكوا لنا بقى عن الموضوع ده. والله احنا عملنا مره مسرحيه كده. ليه تتفاجئ؟ اه لا اه دي ايمالك. مين اللي قال لهم؟ انت مخضوض ليه؟ انت على الهوا. يا بابا ايه؟ كتبنا ايه؟ الاسئله دي مش متفقين عليها. مش عارف بس كتبنا ايه؟ شاركت ايه؟ كتبت ايه؟ انت اللي تحكي لي وانا اللي جاي احكي لك. ده جاي يشاركوا في كتب كتاب. لا في الكتاب، شاركوا في الكتاب. احنا عملنا مسرحيه كده كتبناها، كانت في احنا كنا بنعمل مشاهد مرتبطه. مدكن ومش عايز يقول. مره واحده والله. بس لا انت قصدك حاجه واحنا قصدنا حاجه. انا قصدي ان انتوا شاركتوا في الكتابه. كتابه ايه؟
انت قول لي بقى كتابه انا عندي إيه حاجه لكده قولي لي حاجه. كتابه في المسرح كان في مشاهد مرتجله في 1980 كنا احنا اللي بنكتبها. ارتجال ده انتوا بتعملوه ده يا جماعه؟ جماعه انتوا لكم ارتجال؟ لا ده ما ده اللي احنا بنجيبه. انا اقوم له دلوقتي مع اللفه لفه كده مدوخاه. انا ما عنديش مكتب واقعد اكتب والحاجات دي. مكتب ايه؟ امال بتعمل ايه؟ مكتب وقلم وورقه. طب نقعد على القهوه نعمل مشهد كده يعني. طب ما هو ده اللي احنا قصدنا عليه يا جماعه. مالكم فيه؟ ارتجال ارتجال ارتجال. لا بس لا كتابه كتبنا مسرحيه دي احلى. ما هي مسرحيه 1980 ما عامله. لا احنا ما كتبناش 1980. احنا كتبنا مشاهد ارتجال كده كان في اجزاء كده بيسيبوها لنا يعني. المشهد ده ارتجال يا جماعه. طب ما ده حلو. ده حاجه سهله يا جماعه. لا مش سهله والله. مش سهلة. ده حاجه مقرفه. لا يعني مش سهله ان انت اصلا يعني اللاين الواحد ده بيطلع عين البني ادم. والله. فانت شاركت. شاركت ولا ما شاركتش؟ لا شاركت وكتبت حاجات. لا شاركت والله العظيم. هتقولي انا عملت. انا ممكن مستعد اعترف. مين اللي اكل الجبنه؟ عملنا مسرحيه كتبناها بقى من اول لاخر. انا وحاتم نتقابل كل يوم كده. تعالى نكتب مسرحيه لتياتر مصر الجيل اللي هي بتاعت بيومي فؤاد. حلو. كانت اخراج صاحبنا محمد جبر وقال لنا لو تعرفوا تكتبوا حاجه كده كتبناها. فكتبنا مسرحيه. كان اسمها ايه؟ هي مسموها اسم ما لناش دعوه بيه. هو سموها هوب استنجلينا. هوب استنجلينا. بس احنا والله ما كناش كاتبينها. ده موضوع هادف. اللي بيتكلم عن الاضمحلال الثقافي. الاضمحلال دي بس اللي كتبناها بقى كتابه يعني. طب ده حلو. بس اهو كتبت اهو. ودي قلت السؤال اللي بعده. مش هقول لك. مش هقول. مش هقول. من نميم انا قايل. الحاجات اللي هي ارتجال. بنرتجل بقى في المسرح عادي زي ما انتوا بتقولوا. هو المسرح. بقول لك كلمنا عن 1980 وانت طالع لان دي مسرحيه انا بعشقها جدا بصراحه وهي كسرت الدنيا. بص احنا كنا في الجامعه مع بعض يعني قعدنا فتره كبيره جدا. وبعدين اتخرجنا وكل واحد بيتخرج. انا اتخرجت الاول وبعدين حاتم في جبر في حديد. حاتم دايما بيسقط يعني. داخل المسرح متاخر. باجي بعديك. بيجي البروفه متاخر. اتخرج بعديه. اتخرج بعديه. المهم ايه قعدنا فتره طويله جدا. انا اشتغلت في شركه اسمها فالكون وقعدت لهيت شويه وحاتم برضو اتخرج وكنا مرتبطين بقى واشتغلنا. اشتغلت عشان تصرفوا على اللي انتوا مرتبطين بيه. عشان نتجوز بقى وبتاع. والتزامنا وبتاع. وكل واحد بقى راح في حته. وبعد كده بقى مره كنا قاعدين عايزين نعمل حاجه مع بعض وبتاع. فجبر كان عنده استوديو. استوديو بروفات كده. استوديو بروفات. وواحد ديني متحمس واحنا عسكرنا في الاستوديو 10 ايام وعرفنا ان عندنا ميعاد عرض. احنا كنا كل مره بنحاول نعمل عرض بس احنا في الاستوديو بعد الجامعه ما فيش الجو بتاع الجامعه والناس كلها. فما كنا بنمشي يعني. حلو. بس لا قالوا في عرض كمان 10 ايام. فانتوا في مكان جاهز للبروفات؟ مكان بروفات. في مكان عرض بعد 10 ايام. يلا نعرض. في مخرج جاب. تعالوا نطلع العرض. هو قعدنا في 10 ايام طلعنا العرض. كتب مشاهد واحنا ارتجلنا مشهد كده انا وحاتم وزودنا بقى على مشاهد تاني هو كاتبها وبتاع وطلعنا العرض. حسينا اللي هو ايه ماسك نفسه حلو يعني. لا احنا جمع. بنقول كده في روابط كده كنا بنعملها بنخش نقول سننا بمشاعر معينه كده اللي كنت اقول لك عليه. فاحنا كنا انا يعني كنت ممكن كان في الاول بقى يعني باشعر جدا لما بقول سني او حاتم بيقول سنه بحس الرابط ده كده فحس في حاجه مختلفه خالص يعني. لو اللي انت بتقوله بتحسه يعني. ده غير المشاهد بقى اللي جوه كانت مشاهد حلوه جدا. هو حديني كتبها بحرفيه شديده وباحساس جميل جدا. واحنا كمان زودنا عليها شويه ضحك لطوف. ما كانش فيه بقى جمهور اصلا يضحك يعني. ما كانش فيه. ما فيش. سواء اول يوم كان فيه جمهور. هو اول يوم المهرجان ده كان فيه جمهور. مهرجان عراقي. واصحابنا بقى كلهم جم وبتاع. مهرجان تبع السفاره العراقيه حاجه زي كده. بعد كده قررنا ان احنا نكمل بقى بالمسرحيه شويه. وانا عرفت ان انتوا في فتره من الفترات او اوقات كنتوا بتصرفوا علشان المسرحيه تقوم من جيبكم. ودي كتير. حاجه ما حدش بيعملها كتير فحابين ان احنا نعرف. حابين نحسب لك حابين نشكركم يعني. لا طبعا برافو. لا حابين نعرف كنت بتجيب فلوس من ايه. لا والله ما بيقول لك مش اشتغل. كانوا اشتغلوا وفي حاجات بقى ما كنا بنعطى الفلوس مش معانا. وهم اللي قوموا الدنيا. برافو عليهم. هم اللي كانوا بيصرفوا من جيوبهم على المسرحيه علشان تقوم. فده في حد ذاته كفاح يعني. رحاب احنا قعدنا تقريبا. رحاب مين؟ رحاب هاني. صح. قعدنا تقريبا 3 سنين بنفتح المسرحيه كل سنه. وبنحجز مسرح ويوم الافتتاح يجي مثلا 4. حلو. فاحنا نقول ده لو افتتاح عربيه كبده يلا هي 20 20 يا جماعه. الفراشه. طب الراجل اللي جاي. فحتى مره استاذ بلال فضل جه يحضر المسرحيه هو ومراته جم لوحدهم وكان معاه واحد جمهور.
وبعد كده جه عليهم اتنين تانيين، فهو الجمهور كله احنا بنعرض للمسرح خمسه وبلال فضل عايزين يكتب عننا وبتاع. ومين تاني جالكوا؟ جالنا ناس كتير قوي، احنا عرفنا ان في نجوم كتير جدا جات كل الناس. هي بقى بقول لك بدايه، رحاب كتبت كتبت بوست كده على الفيسبوك وابتدت الناس، هم قالوا في يوم في واحده اسمها رحاب جهاني جايه، فاحنا اهلا وسهلا يعني ما ايه اللي هيحصل يعني رحاب يعني عشان نفضي الصاله يعني ما فاضي اتفضل رحاب يعني. فجات رحاب يعني فقالوا لا دي حد بلوجر على الفيسبوك بيكتب وكاتبه وبتاع، انا كنتش اعرفها. شطوره وتحيه رحاب على الهوا، رحاب صديقتي ري ري رو رو ري فين. فكتبت بوست على بدات تكتب بوست وتيجي تاني والناس بدات تيجي، ففجاه لقينا كنا بنعرض في جراج. طب ليه ما طلعتولهاش نسبه في ايرادات العرض؟ والله والله عرضنا عليها من الحاجات اللي قومت العرض رحاب بجد. يعني بدات الناس تيجي على تحيه كبيره لرحاب هاني يا جماعه. والله تحيه لرحاب هاني. احنا ولا ليها لا رحاب الاول رحاب لانها كانت بعد ربنا طبعا. احنا نحيي رحاب كبيره بس الفكره انتوا طبعا غير ان انتوا مكافحين وشاطرين وتستاهلوا اي حاجه انتوا فيها وتستاهلوا احسن ان شاء الله رب العالمين، بس نصيبكم تمام ان مثلا بعد ربنا رحاب ظهرت لكم علشان تكتب بوست صغير الناس تعرف وهي بدات ان في مسرحيه حلوه جدا يا جماعه وكذا، وبقت هي اللي تعمل لكم الدعايه. بلال فضل كتب برضه، وبعد كده جه حوار خير رمضان بقى. جه بقى حضر وبعدين جابنا نعرض المسرحيه نفسها في القناه. لما عرضنا المسرحيه بدا الجمهور بقى ايه، بقينا نخش المسرح. رحنا نقلنا من الجراج ده من مسرح الجزويت لمسرح الهوسابير، فبقينا نطلع مسرح الهوسابير مش عارفين نطلع بصراحه، مش عارفين نطلع من ال يعني كانت التذاكر بتفتح التذاكر الساعه 6 والعرض الساعه 8 بتخلص 6 و5. حدث كبير جدا احنا طالعين بقى. قعدت فتره قعدت كذا يوم عشان اعرف اقطع تيكت ساعتها، والكلام ده من 5 سنين او 6 سنين. هم بقى احساسهم كان ايه؟ كان ايه احساسك؟ الخضه كانت عامله ازاي؟ انا كنت بروح بدري عشان الناس عشان تشوف الناس. والناس بقول لك مش عايزين يطلعونا واقف انت طابور يعني يا جماعه، والله احنا اللي بنمثل جوه محدش عارفنا محدش عارفنا، بس الجمهور واقف لك وهو مش عارفك اصلا لغايه لما يخش يعرف ان انت اللي انت اللي بتمثل وانا اللي زقيتك بره، بتعمل ضحك وعياط وكله والناس لسه مش عارفاك، فالضحك بالذات بيبقى اصعب. ان الناس مين بالنسبه لها انت؟ يلا ضحكنا العرض. لا هل بقى العرض عمل لكم فلوس ولا عمل فرص اكتر؟ يعني مش بص هو عامل لنا قاعده جماهيريه، دي احلى حاجه في الموضوع. فلوس يعني في الاوقات دي مثلا ممكن كان فيها فلوس شويه، بس بعد كده مثلا لا كان بدا يجي لنا مثلا 200 احنا اسكندريه وكده في سفريه اسكندريه كده دمرت لنا الموضوع. رحنا عملنا عرض كويس، كانت ظاهره كده بس خلصت شويه يعني لما سافرنا في جزيره اسكندريه عملنا 3 ايام هناك او عملنا كام حفله هناك ورجعنا هنا مصر. رجعنا هنا مصر بقى ايه الناس اللي الضغط الجماهيري ده خف شويه، قل شويه، وبدا يبقى في امتينات بقى بس حلو طبعا يعني، بس طبعًا. مش بالنسبه لنا اللي هو المسرح بيتكسر وبتاع، لا ما بدا يقل شويه. ففضلنا بقى نروح ونيجي مع المسرحيه كده، فشل في نجاح في فشل في نجاح. ما بيبقاش فشل على فكره، الظاهره بتحصل عادي، ظاهره ان الجمهور يقل. احنا لا احنا قعدنا سنتين نعرض متواصل كومبليت، سنه ونص تقريبا يعني، سنة واربع شهور كل يوم كومبليت، بنعمل حفلتين في اليوم، بناخد يوم اجازه وبنعرض كل يوم، ما كناش حتى عايزين ناخد اليوم اجازه، وفي ايام بنعرض حفلتين في اليوم عشان الجمهور كتير. وبعد كده بدات بقى ناس كتير بدات تكلمنا بقى ان احنا هنعمل لكم حاجات ومنتجين. بس مين بقى جات له اول فرصه ليك وبعد العرض 1980 تطالب؟ وليد كتبت انا اشتباك. اشتباك اشتباك فيلم اشتباك بتاع اخرج محمد دياب، بيتفرج في طبعا جزويت. انت طبعا من جوه كنت بتقول لا والله لا والله لا انا بس لا احنا بن لا بهزر طبعا احنا لسه كنا بنقول حاجة احنا يا جماعه الاثنين الصحاب اللي بيساندوا بعض ويشاركوا بعض وفي نفس الحلم دي احلى حاجه وبتبقى تجربه الناس بيفتكروها لما يكبروا قد ايه هم كانوا ايد واحده. هات ايدك كان محمد دياب وخالد دياب بيحضروا المسرحيه في جزويت وكان بيعمل الفيلم ساعتها، وكان حاجه جميله جدا. نفس حاسس ان حسيت اللي هو نفس الخيال اللي احنا بنعمله يعني في فكره الواقع شويه يعني.
وبس. لا بس فيلم اشتباك طبعا انا بحبه يعني، بحب الفيلم جدا. لا لا ورحنا بقى احتفلنا بيه في السينما بقى، عيب عليك ونصيرته بقى وتيكي تيكي تيكي وصاحبنا ده محدش عليك محدش عليك. كان شرب بقى ضايقتهم بالشنب ده شويه يعني. وراح لبلاد كتير الفيلم ده، رحتوا معاه؟ لا وليد، لا وليد ولا راح الحمد لله عرض الخاص ما عرفش يروح، لا راح كان ما كلمش راح في حتت كتير اهو. انت روحك كانت هناك، كان نفسه اروح، كان نفسه اروح، كان نفسه اروح، كان اهو جبت سجاده وفرشتها في البيت. طب يا حاتم 1980 وانت طالع اثر في ايه في حياتك او عمل ايه بعد كده؟ هو خلاك يعني خلاك شويه بقى ان انت اصلا تاخد قرار ان انت تكمل في الموضوع ده بعيدا يعني تعافر في ده، بغض النظر عن اي حاجه هتقابلك مش هتلاقي تاكل لوش اللي لوشك سيبه لوشك خلاص خلاص الموضوع ده خلاص مفيش مجال بقى ان انت ولا ان انت تشتغل شغلانه تانية. يعني حتى ما قررت اشتغل شغلانه تانية اشتغلت برضو في الفن اللي هو مساعد مخرج مثلا في مسلسل، اشتغلت بقى في كذا حاجه كده. وفي الاخر برضو 1980 خلتنا ان احنا يا يعني فكره ان احنا نجحنا بفكره المنتج نفسه اللي احنا عملناه هو اللي نجح. فعملنا منتج تاني كده برضو وصرفنا بقى، عملنا ميزانيه كده كل واحد دفع فلوس وفي ناس بقى بعنا موبايلاتنا ولابتوباتنا وبتاع وعملنا مسلسل. مسلسل اللي هو على النت على اليوتيوب ده ناس كتير كانت بتتكلم عنه اسمه سجن اختياري. ايوه اسمه سجن اختياري. هو 9 حلقات كده. حلو، انتوا عاملينه سيزونز ولا هو 9 حلقات؟ لا هو 9 حلقات بس اللي فاتت برضه في بنحاول نعمل تجربه تانية زي دي يعني. حلو ده ان فكره الديجيتال هم انتجوا لنفسهم وصوروا لنفسهم واخرجوا لنفسهم. قصه المسلسل حلو يعني. المسلسل حلو كاتب المؤلف برضه محمود جمال دي قصه المسلسل ومخرجه هو على اليوتيوب. هو مسلسل هنشوفه بس احنا هو عايزين الناس تعرف القصه. هو واحد راجع من بره لاصحابه، مجمع مجموعه اصحاب كده وبيقول لهم ان هو عامل زي جايزه كده بيجمعهم عشان يشوفوا بيقعدوا يعني مع بعض شويه يعني بيفتكروا كل بيفتكروا الحاجات القديمه ومبان ان هم اصحاب. وبعد كده بيقول لهم في لعبه كده عايزين نلعب لعبه ان اخر واحد هيخرج من هنا هياخد 20 مليون جنيه. ايه ده؟ طب ما تيجي نلعب لعبه. اللعبه ما انت مش ازاي في المسلسل ده صعب. في حد خد ال 20 مليون؟ المفروض في الاخر في حد بياخد ال 20 مليون بس هم بيكونوا داسوا على بعض. هم مجموعه اصحاب عمر بيبتدوا يلعبوا ديرتي جيم بقى مع بعض. ده نتاج ورش مش المسلسل، مش المسلسل يعني انتاجا واخراجا وتاليفا وتمثيلا كله كلاك وخدمات وكل حاجه كنا بنعملها في ده تحدي الواقع بقى طبعا. كل الناس بتتحجج احنا مفيش بقى انتاج ومفيش حد ينتج لنا مفيش حد عارفنا مفيش مخرج. ايوه بالظبط. هو ده اللي كان حاصل معانا فعلا ان احنا برضو يعني بعد 1980 جالنا فرص. وليد مسلسل هنا، انا مسلسل هنا، عاصم مسلسل هنا، ادوار برضو بس بعد شويه وقفنا خالص يعني مش بنشتغل اي حاجه. واحنا برضو بنشتغل في الفن فاحنا عايزين نعمل اللي احنا بنعرف نعمله. ده حلو. فيلا نجمع فلوس، يلا نجمع فلوس. كان في مشاكل في الفلوس. جمعنا حوالي 50,000 جنيه او 40,000 جنيه تقريبا، كل واحد دفع 4,000 جنيه. وبعد كده عملنا المصر. بس في ناس كتير بقى ساعدتنا الصراحه يعني كله اشتغل فري يعني. جبت ال 4,000 جنيه منين يا حاج؟ والله والله انا ما تحلفش وتقول والله عشان الله شايف وعارف. انجز كده يا حاتم. عادي السرقه مش حرام. عادي لا 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 بعت موبايلي والله. بعت كان معايا موبايل ايفون كده وبعت موبايلي. ينفع اقول عشان اعلان ولا لا؟ قال اصلا بعد ما قال بعد ما قلت بعت موبايلي. بس واحد صاحبي يعني اداني الموبايل بتاعه هو معايا لحد دلوقتي. لحد دلوقتي والله. مصطفى الصحت حقيقي وموبايله حقيقي وحقيقي موبايله ومعانا في الفرقه. لا بس هو طب ده هتبيعه عشان ايه بقى المره الجايه؟ يعني في حاجه داخل لنا مشروع جديد؟ لا لا ان شاء الله خلاص بقى. طيب بما انكم بقى خارجين من مسرحيه ناجحه وقويه ما شاء الله ومسمعه بقى لها سنين ويا رب تكمل مسرحيات جديده تانية، انتوا بتقيموا نفسكم ممثلين مسرح كوميديين دلوقتي ولا انتوا ممكن تلعبوا اي دور؟ واحنا ممثلين تلعبوا اي دور يعني مش مقيمين نفسكم مسرح بس كوميدي؟ لا بنلعب اي دور طبعا يعني. احنا اصلا في الاول انا عمري اصلا ما كنت بلعب كوميدي ولعبت جامد. بقيت دلوقتي ما بلعبش غير كوميدي. وانا في الجامعه برضه صايع بقى خلاص صايع كوميدي خلاص. احنا دلوقتي مع يعني مش عارف انتوا ايه انتوا اللي هتقولوا. لا احنا عايزينك انت هنا. لا احنا دلوقتي مثلا شغالين في مشروع امين وشركاء. هو مسرحيات بقى كوميدي بس.
مع احمد الامين. بتاع احمد امين ده مشروع حلو جدا وكله شباب وافكار جميله جميل وفي ناس كويسه جدا. امين وشركاء شاطر جدا فيه. ايوه هو شاف شاف هو واستاذ علاء المخرج يعني شافوا اخر ليله في 1980 وانت طالع، وكانت الناس زهقت بقى خلاص يا جماعه مش عايزين نعرض 1980 وانت طالع. وعملنا عرض بعديها جديد يعني في اخر ليله ليها في العرض كده بالصدفه ومن غير ما حد يقول له ولا حد يعزمه ولا اي حاجه لقينا احمد. كنت رايي ان الجمهور كله اكيد كلهم متفرجين قبل كده اصلا معظم الناس. هو بقى شاف الموضوع فكلمنا بقى كلمنا طيب. بعد الموضوع ما تحكوا لنا شويه عن المشروع بتاعكم مع احمد امين وادواركم فيها والدنيا ماشيه ازاي؟ بصي هو يعني احنا لسه شغالين فيه. ربنا يا رب يكرمكم دايما بالنجاح. بس هو انا نعرف هو احمد سندوفة. امين احمد امين احنا يعني صاحبي ومش هينفع اخسره البرنامج ده. هو تقريبا مش عايز على صدق بيعمل تقريبا برضو يعني طول الوقت بيعمل حاجه برضو بتلاقيها ملمسه مع كل واحد قاعد في البيت بيبي. فاحنا بنحب طريقته وغير في نفس الوقت بيعمل حدوته بيعمل موضوع وبعدين يعني بقى في المسرح اكتشفنا بقى اللي هو ممثل بقى يعني كمان موهوب جدا فظيع يعني. طب ادواركم ايه برضو ما عرفناش؟ بص احنا لحد دلوقتي تقريبا عملنا اربع مسرحيات ما شاء الله تمام. لسه بنكمل يعني. مش عايز تحرق اي دور؟ لا ما مش عايز مش هينفع ولا اسمك ولا حاجه ولا اسمي لا والله عادي يعني. هو عملنا اربع مسرحيات لسه مكملين فيهم يعني لسه مكملين يعني كل اسبوع بنعمل مسرحيه جديده مع مسرحيه قديمه. تمام ماشي فهمت قصدك. هنستناكوا تيجوا اصلا خلاص. ما هو ده اللي هو عايز يقوله ما احنا لازم نروح بالظبط. هو بيجيب رجلينا على هناك شاونا يا فندم. لازم نستناكوا تيجوا انتوا الاثنين. والله انتوا نورتونا وشرفتونا وانستونا. احنا فرحانين والله العظيم. والله احنا فرحانين بيكم وحياة ربنا وطيبين ومحترمين ومجتهدين. صح يا سلطان احنا اللي نسقف لهم بقى. لا والله ده احنا اللي نسقف لكم والله العظيم على الجهد اللي انتوا فيه. في سيكونز كنت بحبه لك قوي في ودايما تعملوا حاجات قويه وبياع تقريبا العدمي اللي هو كئيب ده. يا لهوي طب اعمل لنا حته. انتوا شغلوني ولا انا؟ لا والله لا والله موظفوك في برنامجك كده عادي براحتهم. لا براحتهم هم مين براحتهم. اعمل بقى اللي هم قالوا عليه. لا احنا نسمع سمعكم اغنيه احسن. طب استنى قبل ما نسمع بعد طبعا ما شكرنا الناس الجميله اللي معانا هنروح فاصل سريع جدا ونرجع لكم تاني. الفل والانوار على سكان شارع النهار. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كده كويسين وبخير وزي الفل. النهارده احنا جايين نعمل مع بعض صدور الفراخ بالتوابل الهنديه وهنعمل كمان مع بعض الرز اللي بالخضار وهنعمل سلطه الزبادي. مش عايزين نضيع وقتنا. اللي معاه كاميرا عشان يصور المقادير او ورقه وقلم علشان خاطر يكتبها. يلا بينا نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هتجيبي الكبه بتاعتك في قلب المطبخ بالشكل ده خلاص. وبعدين هنجيب التوابل علشان نتبل بيها الصدور الجميله دي. طيب عبال ما نبتدي نتبل الصدور الجميله دي انا عايزه افتح البوتاجاز بتاعنا بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه ده دلوقتي علشان الطاسه بتاعتنا تسخن علشان نشتغل بيها على طول. وهنفتح هنا كمان على حله الرز معاها. تعالي نشوف احنا هنبتدي مع بعض ونعمل ايه. هنيجي هنا ونحط التوابل كالاتي. عندك بصل ليمون بالشكل ده. طبعا التوابل الهنديه من التوابل الجميله جدا وخاصه الناس اللي بتحب الاكل السبايسي. هاجي هنا وهقوم نازله بالكركم. وعندي هنا توابل اللي هي الجرام مصاله اهي بالشكل ده. وهحط شوية كمون مع البابريكا شوية الشطة وهحط قطعة من الجنزبيل اهي مع شوية الملح شوية الفلفل الاسود وراس الثوم الكاملة اهي هنزل بيها هنا كلها وشوية عصير الليمون. تعالوا نشيل الكلام ده كده من جنبنا هنا
علشان خاطر نشوف الفراخ دي هنتبلها ازاي، وهنحط شوية من اللبن الرايب اهو، وهفتح عليها الكبة واسيبها تتضرب كويس قوي. خلاص تعالي عبال لما تنضرب هنا كده كويس قوي نشوف احنا هنعمل ايه. هنجيب هنا بولة بالشكل ده، وهبتدي اخد الخلطة اللي احنا خفقناها دي كده كويس قوي، هنزل كده بشوية دول، وتعالي نشوف هنتبلها ازاي. هاخد الكلام ده كده، وتعالي نجيب المعلقة بتاعتنا بالشكل ده، وابتدي انزل الخلطة دي هنا كده في البولة علشان اتبل فيها الفراخ. طبعا دي مع الرز الابيض اللي بالخضار مش عايزة اقول لكم طعمه وجميلة قد ايه. هنشيل ده من هنا خلاص مش محتاجينه، وهاجي هنا اقوم جايبة الطبق علشان نحط فيه المعالق بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها، واجيب الفراخ. الفراخ انت بتجيبي الصدور وبتفتحيها بالشكل ده اهو، ده شكلها قبل لما تستخدميها. خلاص اهي، وهاخدها واقوم نازله بيها هنا في قلب الخلطه دي وتبلها كويس قوي. خلاص طيب، بعد ما تبلها كويس قوي هعمل ايه؟ تعالي هنا حطي كده شوية الزيت بالشكل ده، تعالي نحط قطعة الزبدة، وآدي الصدور اللي متبلة بالخلطة الهندي الجميلة. اطمني ان هي اخدت خلطة من الناحية دي ومن الناحية دي اهو. عايزين نلحق نخلص الاكل قبل ما سكان شارع النهار يصحوا، ولا هم صاحيين تلاقيهم بيشربوا الشاي دلوقتي. خلاص تعالي بقى ننزل بالشكل ده اهو، ونبتدي نديها الصدمة والتشويحة الجميلة اهي. هوسع كده واحط دي هنا بالشكل ده كده، وتعالي نعلق كمان على طبق الرز اللي بالخضار المتين بتاعنا. طيب الرز اللي بالخضار هنستخدم له كالآتي. هاجي هنا واحط له شوية الزيت مع قطعة الزبدة بالشكل الجميل ده، وبعد كده هقوم نازله بالبصله المتخرطه بالشكل ده كده، وتعالي نقلبها لحد لما ريحتها كده تطلع وتبقى حلوه قوي مع رشه الملح المتينه دي. الله الله الله. طيب هاجي هنا ونجيب الطنج بتاعنا، وتعالي نبتدي نقلب صدور الفراخ بتاعتنا بالشكل ده اهو. مش عايزه اقولك بقى الخلطه دي طعمه قد ايه اهو، شايفه لونها يفتح النفس. نارنا طبعا عاليه علشان الصدور تشد معانا حلو جدا. هسيبها هنا على النار تستوي براحتها. ادي البصله اخدت الريحه الحلوه، مش هغمقها طبعا، هننزل بالجزر نشوحه بالشكل ده مع
البسله بعد كده هننزل بالفلفل الالوان اهو الله على البهارات الهندية يا ريت ننزل بالمقادير بتاعتها مرة تانية عشان السادة المشاهدين يكتبوها براحتهم جدا وهاخد الرز المغسول النظيف اللي زي الفل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده اهو وهقوم نازلة كده اديله التشويحة بتاعته الحلوة وما ننساش نقطة الليمون اهي بالشكل ده كده والمية عندنا اول ما تغلي هسقي الرز علشان خاطر يستوي اهم حاجة ان الفراخ تاخد درجة اللون الذهبي الحلوة واضحة معانا يا جوهري يا جوهري انت فين طيب ماشي اهو هنزل بالميه المغليه اهو بالشكل ده نديله التقليبه المتينه ونغطي عليه علشان خاطر يستوي طيب عبال ما يستوي تعالي نعمل سلطة الزبادي مع بعض ادي البولة بتاعتنا هنزل بيها هنا بالزبادي بالشكل ده وهنحط ثوم مهروس اهو مع عصرة ليمون بالشكل ده وهنجيب الخيار المبشور اهو ولو في اي سوائل بتخلص منها كده اهو علشان ما يخليليش السلطة فيها سوائل وتفك من بعضها اهو ادي السوائل بتاعتها بعد لما نزلت تعالي نشوف بقى هنتبلها بايه انا هنا ههدي النار على الرز علشان يتشرب براحته وادي الفراخ بتاعتنا الجميله بعد لما اخدت اللون الحلو ده تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض تاني طيب هاجي هنا واجيب الزبادي احط له شويه زيت كده بالشكل ده شويه الملح وهنقلبهم كويس قوي اهو وهجيبهم على جنب علشان ياخدوا الطعم الحلو تشرب كده من بعضها يا تيتو يا تيتو اهو نقلب بالشكل ده كده شايفه لون الفراخ طبعا ده نتيجه التشويح بتاعها ده مش حرق اللون ده مش انها محروقه اللون ده هي واخده البهارات حلو قوي الجنزبيل والبهارات بتاعتها متشربه فيها حلو قوي هنقلب كده عايزه طماطميه جامده يا رجالتي رجالتي فين يا تيتو
عايزه طماطمية جامده لو سمحتي، يا ريت في السريع. طيب ده ممكن يزرعوها. طيب الطماطم هنا، الفراخ جنبينا هنا استوت تقريبا على فكره يعني. هاخدها هنا واجيبها هنا على جنب كده بالشكل ده، عبال لما الرز بتاعنا يتشرب. هي حالا دلوقتي هتتشرب وتبقى زي الفل. تعالوا نقول مع بعض تاني احنا عملنا ايه. حطينا زيت وزبده هنا في قلب الحله، ونزلنا بالبصل شوحناه مع شويه ملح، وحطينا الجزر، وحطينا البسله والفلفل الاحمر، قلبنا كويس قوي، ونزلنا بالرز وسقيناه العيار بتاعه الميه المغليه. وادي شكله اهو يفتح النفس بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وانا هسيبه لحد لما يتشرب ويبقى زي الفل. نيجي بقى هنا للفراخ. الفراخ جبناها وفتحناها زي الكتاب كده حلو، بعد كده رحنا متبلينها بجرام مسالة، وحطين لها كمون، وحطين كركم وبابريكا، وحطينا توم، وحطينا شوية من الشطة والملح والفلفل، ضربنا الكلام ده كله مع بعضيه مع اللبن الرايب، وتبلناها ورحنا حطينها على الزيت والزبدة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. خلاص هنيجي هنا دلوقتي نشوف كمان سلطة الزبادي احنا عملناها ازاي. حطينا زبادي، وحطينا خيار مبشور مع التوم وشوية زيت وليمون وملح، وحطينا فلفل، وخفقناهم مع بعض، وكان ده الشكل بتاعها بعد لما خلصت. طيب أنا دلوقتي هنا عايزة هحطها في قلب البولة دي كده بالشكل ده، وتعالي نشوف احنا هنقدمها ازاي. هاجي هنا فوق جايبه طماطميه جامده، هما الحقيقه زرعوا الطماطميه وخلوها بقت حمراء بسرعه زي ما انتم شايفين كده، وهقوم جايه. هو المفروض تبقى معايا سكينه صغيره، بس انا بعرف اشتغل بالسكينه الكبيره. بنقشر الطماطم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وممكن نعم اهي ممكن اقرب هنا، بصي وانا بعمل كده باخد القشره بتاعه الطماطمايه كلها على بعضها بالشكل ده لحد لما بوصل للاخر خالص. تعالي نشوف احنا هنعمل ايه. هتيجي هنا تاخدي الطرف ده كده اهو، واضحه؟ طيب وهقوم واخداها ولفاها برماها على بعض كده بالشكل ده اهو اهي، لحد لما تخلص وتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده اهي. بعد كده هاجي هنا وهقوم جايبه ورقه من النعناع، وهقوم جايه وحطها كده، بقت وردايه حمراء وشكلها يفتح النفس. نهتم بشكل التقديم ضروري جدا من فضلكم. هاخدها واروح احطها هنا كده بالشكل ده. عايزه ابص على الرز بس يكون اتشرب حلو من فضلكم اهو. ادي الرز بتاعنا، انا عايزه له بس 3 دقايق يا استاذ جوهري، ممكن؟ طيب تعالوا نشوف احنا هنقدم الرز ده ازاي. هاجي هنا واقوم واخده الرز ده، بس هو عايز 3 دقايق، معلش ممكن؟ لا مفيش، لو انت عايز تاخد الفراخ لا، ما انا هغرفها معاها. اوكي ايه رايك؟ طيب ايه راي حضراتكم، هنروح فاصل صغير جدا 2 دقايق يكون الرز بتاعنا استوى، ونرجع نغرف مع بعض الرز والفراخ الهندي. فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
لحضراتكم مره تانية مع الرز اللي بالبخار بعد ما سبناه دقيقتين بالظبط. تعالوا نشوفه هنغرفه ازاي مع بعضين. طيب حاجه هنا واقوم جايه قلباه في البوله دي كده خلاص بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وبدوس كويس قوي اهو. هاجي هنا واقوم حطاه كده الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وبعد كده هنقوم عاملين كالاتي. هرفع ده كده زي ما حضراتكم شايفين شكله عامل ازاي. هاخد بقى الفراخ بالتتبيله الهنديه الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، وهقوم حطاه حوالين الطبق بالشكل ده اهو. طبعا من الاطباق الجميله المميزه وريحتها بتبقى زي الفل وطعمه جدا. هشيل الكلام ده كده وهاجي هنا واحط شويه كده من الفلفل الملون هنا شويه وهنا كمان زيهم. اسلمي اهو. وادي ورقتين النعناع ونحط لهم هنا كده حاجه حمراء، وناخد الطبق بتاعنا ونلحق نغرف علشان نقدم لكل سكان شارع النهار النهارده الاكله الجميله دي اللي يا رب تكون نالت اعجابكم. هنروح فاصل صغير، معانا بقيه فقرات تجنن في قلب البرنامج. فاصل ونواصل، ابقوا معنا. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. اسمي محمود جمال عبد الله، سني 29 سنة، وزني 140 كيلو. إن شاء الله طبعاً هعمل التكميم إن شاء الله. طبعاً المشاكل اللي بعدي منها مرض السكر، جالي مرض السكر عن طريق السمنة. إن شاء الله هعمل العملية مع دكتور كريم صبري، شفته كتير على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وإن شاء الله بإذن الله تشوفوني بعد العملية. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار.
أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور كريم صبري. النهارده احنا يعني حاله الاستاذ محمود يعني وزن 140 كيلو، مريض سكر، يعني مش ماشي على علاجات يمكن زي الانسولين، لا ماشي على اقراص بقاله فتره قصيره لمده سنتين تقريبا. تكميم المعده احنا بنعملها في الحالات دي كعلاج لمرض السكر وكمان لعلاج السمنه المفرطه، لان طبعا غالبا بيكون الوزن الزائد هو السبب في السكر في الحاله دي، السكر من نوع تاني. مع نزول الوزن الى الوزن الطبيعي مناعه الانسولين بتقل، وبالتالي الكميه الانسولين اللي بتطلع من البنكرياس بتكفي الجسم، وبالتالي ما بنحتاجش الى علاجات خارجيه او علاجات لتنظيم السكر بعد كده. عمليه تكميم المعده هي عمليه تجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه يوم واحد في المستشفى. يمكن طبعا الدرجات اللي يعني المتقدمه من مرضى السكر مع الوزن الزايد او السكر من نوع تاني، احنا بنعمل تحويل مسار المعده، هي بتبقى طبعا مفيده اكتر في الحالات اللي يبقى فيها مضاعفات او سكر بقاله اكتر من 20 سنه، او ان في جرعات انسولين يعني يمكن تكون بكميه كبيره والسكر مش منتظم. لكن في حاله استاذ محمود الحقيقه احنا السكر بقاله سنتين ماشي على اقراص، مع نزول الوزن الى الوزن الطبيعي بينتظم السكر ومنحتاجش العلاجات ما بعد العمليه ان شاء الله. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنه والمناظير. احدث جراحات السمنه المفرطه والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصلها عن مجموعة الدهون دي، دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوتة من عيان لعيان حسب الأوزان، ودي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة إلى جزئين، المعدة الجديدة والمعدة المتبقية، أو دي قبة المعدة وده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الأنترم، كل ده لازم يتشال بنسبة قد تصل إلى 80%. دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجاشور، وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من أجهزة الكي Advanced Bipolar Technology، اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجود هوميستيز، مفيش أي نزيف، مفيش أي مشاكل، الأمور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة. الخطوة الثانية من العملية ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه، نحط شاشة ونسيبها لنهاية العملية. بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه، زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعدة عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي دبست وعزلت في نفس الوقت، ودي التكنولوجي المستخدم في طريقة اللي هي تكميم المعدة. احنا زي ما شفنا العمليه سهله جدا، في خلال 10 دقائق بيتم عمليه التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكم عن المعده، بقيه المعده فصلناها عن المعده الثانيه اللي احنا هتتبقى، وفصلناها باستخدام الدباسات اللي احنا وريناها لكم، دباسات الامريكي بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس ثلاث صفوف على اليمين وثلاث صفوف على الشمال بالطريقه اللي احنا شفناها دي. دي المعده اللي هتتشال في المنظر ده، هنشيلها بنطلعها. بتسالونا طبعا احنا بنطلعها ازاي، بنطلعها من البورتات اللي هي خلال فتحة ال 2 سم، بيتم يعني تصغير المعدة دي، عصرها شوية وبنشفط السوائل اللي نطلعها من نفس الورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحية. ما تبقى من المعدة اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمل له اختبار تسريب عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحة. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعدة
نخليها عباره عن بالونه ونشوف احتماليه الدباسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العمليه عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعده دلوقتي عامله زي عباره عن بالونه، يعني لو في اي مشكله في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعده زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهايه المعده الانترم. المعده ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، ستريت مفيش دبوس طالع ودبوس نازل. امورنا كويسه خالص الحمد لله، مفيش اي تسريب مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر يعلي الضغط شويه عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العمليه ونقوم يعني نوقفه اثناء العمليه، ما نسيبش العيان لظروف ما بعد العمليه. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنه والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي محمود جمال. طبعا اليوم عملت عملية تكميم والحمد لله رب العالمين عملتها بنجاح وقمت مشيت، عملتها مع الدكتور كريم صبري، وطبعا انا بشكره جدا وبشكر التيم اللي معاه، وبعد اي حد ربنا يا رب يكرمه لو يقدر يعملها يعملها بجد ان شاء الله، عمليه جميله جدا وتريح بعد كده في المستقبل، وقمت مشيت والحمد لله كله تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا مطمنكم على الاستاذ محمود. الحقيقه طبعا هو عمل تكميم المعده، هي العمليه تكميم المعده هي عمليه ريهابيليتيشن بتاعها سريع، ما بعد اجراء العمليه في خلال ساعتين ما بعد العمليه ممكن نبتدي نتحرك، بعد 6 ساعات بنبتدي نشرب، ثاني يوم ممكن نخرج بالسلامه ما بعد اجراء العمليه، نقعد يوم في البيت وننزل لشغلنا الطبيعي ما بعد اجراء العمليه بيوم. هي من العمليات اللي هي بتقلل الوزن لانها بتشيل جزء كبير من المعده، المسؤول يمكن عن مجموعه الهرمونات اللي بتفرز هرمون الجريلين، كمان بتحجم حجم المعده ان هو ما يستوعبش كميه كبيره من الاكل، وبالتالي ان احنا بنشبع بسرعه ما بنجوعش على فترات كبيره، وبالتالي نزول الوزن هو نزول تدريجي ونزول مؤكد ان شاء الله. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنه والمناظير. احدث جراحات السمنه المفرطه والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. المؤتمر الحقيقة فيها 17 خبير أجنبي وبيحضروا أكثر من 1000 طبيب من مصر والدول العربية والدول الأفريقية، بيناقش العديد والعديد من المحاور من المشكلات اللي تهم المريض المصري والعربي، المشكلات اللي هي الحقيقة أعيت المريض أعيت الحلول المريض في الحلول، بمعنى زي مشاكل قصر العظام، زي مشاكل عدم الالتئام، زي مشاكل الخشونة المبكرة. هيبقى في لونش كمان لدواء موجود ان هو بيبقى لعلاج خشونة العظام او خشونة المفاصل، وده من الكولاجين، ويمكن ده من اسلوب من الاساليب الموجودة الجديدة بدين نشتغل فيها، بيبقى وغايبة النتائج الحمد لله كويس، وده ابتدى ان شاء الله يبقى لونش بيتقدم للسوق المصري
في الفترة دي إن شاء الله. مما لا شك أن خشونة المفاصل هي أحد المشكلات المرضية اللي بتصيب العالم أجمع، ولكن في مصر وفي المنطقة العربية بصورة أكثر، بسبب عادات صحية خاطئة من ضمنها زيادة الوزن، عدم ممارسة الرياضة، ضعف العضلات، إهمال الإصابات اللي بتحدث داخل المفاصل سواء إصابات في الغضاريف أو إصابات في الأربطة، بتؤدي في النهاية إلى مرض خشونة المفاصل. النهاردة احنا بنعلن عن أكتيكولاسي، هو علاج لمرض خشونة المفاصل، بيتميز بأنه تكنولوجيا جديدة قدر يحققها مركز مارك اللي شركة إيفا فارما بتشرف عليه وبيشتغل فيه 100 من شباب الباحثين. التكنولوجيا دي هي قدرت تخلي الكولاجين اللي موجود في الأكتيكولاسي يكون في صورة مذابة أكتر، فيتم امتصاصه بشكل يسمح بوصوله للمكان المراد الوصول إليه، وهو غضاريف الركبة المصابة عند المريض. كل علاجات الكولاجين اللي كانت موجودة قبل كده كانت مشكلتها في الامتصاص، وهي دي التكنولوجيا الجديدة اللي قدر يشتغل عليها مركز مارك، إنه يجعل الكولاجين اللي موجود في الأكتيكولاسي بصورة مذابة بشكل أكبر، فبالتالي بتوصل للغضاريف بشكل مؤثر جدا في المريض اللي بيعاني من خشونة المفاصل. زي ما اتكلمنا في الحلقة، في كام حلقة فاتت، عن الفالنتاين والحبيبة والورد والشوكولاتة والخروجات واللاف لافا، مش هننسى اصحابنا الحلوين المبهدلين المقطعين شرايينهم طول الوقت المفركشين. عشان كده احنا عملنا لكم السيجمنت دي مخصوص. معانا مين بقى؟ هدير نجيب. ازيك يا دودو؟ ازيك يا دودو؟ عامله ايه؟ لايف كوتش. يس. هتكلميني يا دودو النهارده عن الفركشه. هكلمك عن الفركشه. حكينا بطلاقه. لا ده حكاوي لسه كتير. ايه اللي بيحصل جوانا ساعه الفركشه يا دود؟ بصي، اول حاجه كده اول ما بنسيب، مثلا هنتكلم عن البنت يعني عشان دايما هي اللي بتبقى في الحته دي شويه، اول ما بنسيب تبتدي هي بقى تقعد مع نفسها. اول حاجه تجيلها ايه؟ طب هو وحشني، عامل ايه؟ كلمه وحشني دي انت دخلتي السينما قاعده قدام الشاشه، جات لك فكره وحشني، فبتدت تلاش باك عقلك الباطن يطلع لك كل الصور الميموريز الحلوه، ما شفتيش اي ميموريز وحشه، مع ان ممكن سيبنا بعض ليه، مع ان ممكن الحاجات اللي انت كنت متضايقه منها اكتر كتير، بس لا، عقلك الباطن طلع لك لان انت دخلتي الكلمه اللي هي تدخل لك كل الحاجات الحلوه، فابتدى بقى ايه تشوفي الصور والميموريز بتاعتك. المهم بعدها يحصل ايه؟ تيجي المشاعر الايجابيه اللي انت كنت بتحسيها وقت الميموريز دي، تبتدي انت تحسي بقى بعدها بالفقر. يعني ايه الفقر؟ يعني احس ان انا المشاعر اللي انا حسيتها معايا مش حسها مع حد تاني. ده هي ابتدي ان انا اشوف بقى نفسي، لا اما انا وحشه ثقتي في نفسي تنزل، لا اما انا ارجع اكلمه واقلل من نفسي، يا اما انا احس ان انا مش اشوف حد تاني، وتبداي بقى تنزلي من نفسك لان انت ما ساعدتيش نفسك. فبقى ده لما بيحصل خلاص بقى بفضل بخش بقى في حاله تعلق، يا اما افضل بقى عايشه متدمره طول حياتي مش عارفه اشوف حياتي مش عارفه اكمل الطريق، يا اما افضل اكلمه وهو خلاص الموضوع خلص، ابدا بقى اخش في سايكل كده ما بتخلص. طيب ازاي بقى نتغلب على الاحساس ده؟ الاحساس ده هو من الاول انا جبتها خطوات ليه، لان انا اديت لنفسي الفكره من الاول، انا حطيت لنفسي ان هو دخلت نفسي اصل هو وحشني، لا اصل هو كان كويس، لا والله اصل هو كان كذا. طيب كان طب انا يمكن اكون غلطانه، وابدا الوم نفسي على حاجات اصلا مش غلطانه فيها، انا اللي بدخل لنفسي الفكره اللي بتخلي انا تصرفاتي بعد كده يعني اتجاه عكسي. لكن انا لو من الاول ابتديت اشوف ان لا انا استاهل تعامل احسن من ده، لا والله انا طبعاً. انا والله ماشي وحشني وكل حاجه، بس ايه المشكله لما انا استاهل وضع احسن طبعاً. من ده طبعاً. شوفي الافكار اللي بدخلها لمخي عشان تطلع لي صور صح، فلما ابتدي ادخل افكار صح هبتدي ان انا امشي في طريق صح. يعني ما تفتكريش الحلو بس، افتكري كمان قصاده الوحش، وعلشان دماغك ما توجعكيش بالظبط كده ورقه وقلم ورقه وقلم بالظبط. 1 قدامها 1، 2 قدامها 2، وشوفي كفه مين الكسبانه وساعتها ابتدي فكري. دي طرق عمليه، انا بتكلم في الاول انت ما بتبقيش، هي بتبقى مش قادره ان هي تخش في الحته دي. طب معلش هنا السؤال هنا لو هي فكرت في الحته دي مين اللي سابقها، الولد ولا البنت؟ عشان توصل للمرحله دي الفركشه حصلت سواء من عنده او من عنده. لا بس الموضوع بيبقى اصعب لو مثلا البنت اللي سابت تمام، ما هو بيحصل مع الولد نفس الكلام، بيحصل نفس الكلام. نفس القصه اه بس البنت لما تسيب
لما ترجع تفتكر بقى الكلام ده كله وتبقى عايزه ترجع يعني بعد كده. قصدك ده اللي قصدك؟ ما هي بتبقى بقى ديبنس كل واحد الكيس وصل لفين. يعني انا بقى خلاص بعد فتره عديت بيها وخلاص سبتك وكده وانت خلاص ممكن تكون. لا مش دي قصدي. ان هي بتحس بالندم يعني. اه ما بتبقاش اقوى. بتبقى عايزه لما لو هي تثابت هيبقى اقوى. بالظبط. هتبقى لا انا وحشني لا انا عايزاه لا انا بلا بلا بلا. برضه هي دخلت الفكره. انا بتكلم في الاول انا دخلت في فكره ايه حتى سواء دلوقتي او بعد كده. سواء انا يعني انا دلوقتي لسه سايباه وحشني او خلاص عديت بفتره ولسه وحشني. انا بدخل الفكره لنفسي. انا والله لو شايفه ان العلاقه من الاول كان فيها بيزكس كويسه تقدر تبقى ناجحه بعد كده مش بس فتره انبهار وخلاص ماشي ممكن اخد خطوات ايجابيه بس ما اجيش على نفسي. يعني خطوات ان انا هل الدنيا هتمشي صح ولا هل هتبقى عك. فهي ديبانس بقى على كده. فلازم الفكرة الاول اللي تدخل تبقى صح. ما دخلش افكاره وانا مفيش بيزة. ما هي برضو ممكن يكون يا حرام متدمرة برضو لازم فهمة تلاقي فكرة من يمين عشرين. ما هو ده اللي انا بقوله بقى. هي بتبقى متدمرة ساعتها فانت هتيجي تقول لها اكتبي اعملي ورقة وقلم. هي مش هتقدر. فكل بس المطلوب منها ان انت واحدة واحدة اقبالي الحزن. اقبالي ان في مشكلة. اقبالي ان انت تعرضت الموقف زي ده. اقبالي ان انت دخل في حياتك شخصيه مثلا ضايقتك جرحتك. لازم اقبل في الاول. الرفض ده بصي في حاجه اسمها كل ما تركز عليه يزداد ويكثر. يعني انا مركزه قوي ان انا رافضه الموضوع ومش قادره استحمل. فكل ما انا مركزه ان انا رافضه كل ما الموضوع هيزيد وافضل في السايكل دي مش بتخلص. فابتدي دخلي كده واحده واحده. اقبلي عادي انا بمر بموقف صعب. هو وحشني بس انا هعدي. الامور هتمشي هيبقى في احسن لان ربنا عنده الوفره. عنده الوفره من البني ادمين ان انت تلاقي حد زيك واحسن كمان من اللي انت كنت فيه. ده اكيد. احنا بقى بيحصل لنا حاله فقر بتحسي انك مش هتلاقي. فحاله الفقر دي بتخليك انت دايما داون. يعني حاسه ان مفيش ايمان مفيش ثقه في الله مفيش حد هيجيلك احسن. فبتفضلي تحت تحت تحت. طيب هل العلاقه دي بقى ممكن تتحول بعد كده لصداقه ولا ده مش محبذ؟ بصي انا بالنسبه لي مش محبذ في الاول خالص. مش محبذ نهائي. ما ينفعش. ممكن بعد كده خلاص. خدي راحتك. لا كملي كده. ممكن خلاص انا سيبنا بعض وانا مشيت في طريق. الحمد لله عطست يا جماعه. كملي. انا مشيت في طريق وهو مشي في طريق. خلاص وخلاص يعني كل واحد نسي وعدى وخد بقى طريقه. اتقابلوا يا ستي. ممكن بعد كده خلاص ممكن نبقى اصدقاء لطاف بنسال على بعض كل فين وفين. لكن ما ينفعش ان انا ارجع صديقه صديقه وبقى ونحكي وبتاع. الا الموضوع هيرجع. لان المشاعر برضه مين أيوة. ومش عارفه عالي الباطن بيبقى مخزن. ما ينفعش يبقى مخزن ميموريز. بالظبط. ما ينفعش. بالظبط. وهي اكيد لو شافته مع حد تاني هتتضايق. الدنيا مش تبقى ستيبل يعني. صح؟ مش يبقى في توازن في العلاقه. طب ازاي البنت او الولد يعني يخفوا من اثار العلاقه السيئه اللي طلعوا منها؟ بصي هي هتبقى ستيبس كده. احنا دلوقتي بقى. هو مثلا سابها وهي سابته او سابوا بعض ايا كان الريزن. انا دلوقتي في وضع ان انا مش قادر استحمل الوضع اللي انا فيه. اول خطوه قلناها ان انت تبتدي تقبل الموقف عامه. جدا. دي اول حاجه. تاني حاجه اجمدوا يا جماعه. ايوه تقبل الموقف عادي جدا. تاني حاجه تعملها ان انت تبتدي تعمل حاجات بتحبها واحده واحده. او مثلا تشوف حاجه تشغلك بس تكون انت فيها شغف يعني فيها انت عايز تعملها. بالظبط انت عايز تعملها. ابتدي بعد كده اشوف صديق. يعني هي لو بنت تشوف ولد صديق عادي او اخ يعني بس يبقى من الجنس الاخر ما يبقاش بنت. لان احنا مثلا البنات تبقى في ساعتها ثقتها في نفسها قليله قوي. الاستروجين نازل عندها قوي فبتبقى محتاجه ولد سند يرفعها يقومها. فاهمه؟ والولد نفس الكلام صديقه او اخت او يعني حد من الجنس. انت بتاخدي بالك لما واحد من صحابك مثلا فركش بيحتاج بنت. ايوه بيحتاج بنت حتى لو مش هيحبها بس هو فعلا بيحتاج احتواء لان احنا بنكمل بعض. فاهم؟ حتى لو صاحب عادي. فبتبقى محتاج حد فعلا تثق فيه يسندك ويقومك. خلاص دي تاني ستيب. يبقى اول ستيب ان انا اقبل من المشكله. تاني ستيب ان انا اشوف حاجه ممكن تشغلني انا اكون بحبها تشدني ليها. انترستنج حاجه غير الشغل وغير حاجه انا شغفي فيها. تاني حاجه تالت حاجه ان انا الاقي شخص صديق اثق فيه يقومني ويوقفني على رجلي ويديني بوزيتيف كلام. ليه؟ عشان احنا قلنا من جنس الاخر. من الجنس الاخر. هي بقى ممكن تكون شايفه ان ده زي الاكس بتاعها مثلا فهيقومها بقى اللي هو يقول لها ما يستاهلكيش ده ما كانش. بس انا مش عايزاها تاخد الموضوع على انه هيبقوا في حاجه بينهم. هي كده كده لازم تنسى. بالظبط. ايفر الطريقه علشان ما تدخلش نفسها في دوامه اللي هو. بس في ناس بتنسى بطرق مش حلوه. خلي بالك. ما هو احنا على حسب. بس تنسى يعني لو حد مثلا هيجي يقول لها ده يا ستي كذا 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 ولازم تنسي. خلاص هتنسى بعد لما تفوق بقى من اللي هي فيه. تمام.
أوكي. الموضوع هيتاخد بشويش بشويش، بس زي ما بيقولوا الضرب على الحديد وهو سخن صح طيب فاهمه. أيه فلازم نبقى رفقا. ايوه رفقا واحده واحده. هي بتاخد واحده واحده. ده حقيقي. بس رابع نقطه اعملها ان انا ابتدي اعمل مديتيشن 10 دقائق كل يوم قبل ما انام، افصل دماغي عن كل الافكار اللي بتيجي في دماغي. دماغي كده بتفصل شمعه ان انت على طول شمعه مديتيشن 10 دقائق في اليوم قدامها ركزوا بس ده نوع من انواع المديتيشن. وعلى اللي هي بتسيح ده مديتيشن بجد، ده فعلا مديتيشن بالظبط. تحطوها قدامكم الشمعه وتفرجوا عليها وهي بتسيح، ده بيبقى نوع من انواع الاسترخاء. دي فعلا استرخاء. او سمكه لو عندك حط سمك قدامك بس ان انا افصل. او اكتب كتير بقى، اكتب كده في ورقه كل اللي مضايقني واولع في الورقه قدام عيني بعدها. ليه؟ لان انا كده بحرق قدام عقل الباطن الحاجات كل اللي الحاجات اللي مضايقاكي بالظبط. دي طرق بسيطه انا ممكن اعملها في الاول، لان بصي وقت التدمير وقت ده الكارثة. وقت الكارثه انا ببقى مش مستوعبه يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه، انا متضايقه تمام. فانا بس بفكر نفسي بالظبط هم تعبانين. بس هي ابسط حاجه اقولها لك ان انت لازم تتقبلي الموقف، كل ما تقبلتي كل ما يعدي اسرع. كل الموضوع هيعدي صح برافو اسرع يعني. طيب ايه رايك في فكره لما بنت وولد يفركشوا خطوبه بقى ينفصلوا وتقابل انها ترتبط بحد تاني، ده علاج بعدها على طول واتقفر بقى؟ في ناس بتحس بتعمل كده بصراحه، بس انا مش شايفه ان ده صح. تقريبا لا، بحس ان هي بصي حسب كل كيس. ما اقدرش اعمم ما اقدرش اعمم هي بتكيه تنسى حد بحد. ما انا بقول لك ما اقدرش اعمم، بس في كيسز لا يعني انا احبذ ان لا يعني لازم تاخدي وقتك انت مع نفسك جدا. بحس ان احنا مش عارفين نحب نفسنا او نعيش مع نفسنا لنفسنا. يعني دايما عايزه حد هو اللي يعيشك الحياه، دايما عايزه حد هو اللي يخرجك ويبسطك. ليه انت ما تعرفيش تعملي ده مع نفسك عشان يجيلك حد على نفس الفايبس؟ البنات غاليه جدا بالظبط، وانتوا درر يعني انتوا جواهر تتشافوا. جواهر لسه كنت اقول اللي ما يعرفش قيمتكم اسكنوه على جنب بالظبط. واللي بعده العلم احنا اللي بعده بيجي كتير على فكره. مشكلتنا كبنات، انا مش عايزه الحلقه كلها تبقى عن البنات، بس احنا فعلا مشكلة البنت بتعاني، بس البنت شوية اكتر والله، لان هي عندها عدم استحقاق. اتربت على انها هي لازم تكبر عشان تتجوز. فين خطوه الجواز جايه امتى؟ خلينا فده خلاها عندها عدم استحقاق ان هي تشتغل دايما على نفسها عشان يجي لها العريس الكويس. ليه ما تشتغليش على نفسك عشان خاطرك انت؟ صح فاهمه. وبعدين هو هيجي لك بتوابير بقى، طول ما انت الفايبس بتاعتك عاليه، طول ما انت مشاعرك بتحافظي عليها، طول ما انت مشاعرك الايجابيه كده موجوده راضية. راضيه وموافقه بحالك وراضيه بعيشتك وراضيه باللي حصل لك وراضيه باي حاجه فركشه حصلت وراضيه باي سوء حصل، هتلاقي الدنيا لوحدها بتمشي طول ما في رضا من اي حاجه حوالينا. صفاء كده بالظبط. والله العظيم التنظيف من جوه كده على طول هتلاقي نفسك انت الدنيا بتمشي على طول بسرعه، بتتشفي بسرعه. انا النقطه اللي بتكلم فيها حته ان انا المشاعر او الفايبس اللي عندي، خلاص سيبك من حته الفركشه، بس انا كانثى عموما، الانثى اللي دايما مشاعرها عاليه اللي دايما مبسوطه معظم الوقت، ما بقولش على طول مفيش حد مبسوط على طول، بس الفايبس بتاعتك على الاقل بتحافظي عليها معظم الوقت ان هي مرفوعه، ابتسامتك على وشك مفيش حاجه فارقه معاكي. الراجل بينجذب للانثى اللي على طول روحها حيه مش ميته مش مطفيه. فكل ما حافظت على مشاعري الايجابيه وحالتي النفسيه الحلوه، كل ما انا استحقيت حد فعلا يحافظ يعني يعليني وعليه كده نطلع مع بعض. بالانس معروف بالظبط كده. ثانك يو. لا ثانك يو. احنا نتقابل تاني يا دودو، احنا عندنا حكايات بقى عن اكيد لسه كتير فركشه جايه كتير. ورساله صغيره احب بس اوصلها للبنات الحلمين الجمال الطعمين الرقيقين البسكوته، عشان انا دايما بحس ان البنات بسكوته لما بتتكسر بتدي منها فتافيت. فتافيت ده اللي هي وجعها ودموعها فالفركشه مش نهايه الدنيا خالص، مش نهاية لسه الدنيا. قدامك طريق طويل هتقابلي فيه حد يقدرك ويحبك ويعرف قيمتك. ما تستعجليش، اللي خده منك ربنا مش ده الخير اللي هو شايله لك، صح هو شايل لك خير احلى. بالظبط. تقبلي الوضع اللي انت فيه وما تقفليش الدنيا دي، مش نهايه الدنيا. واللي خسرك خسر، اسمها خسرك فخسر. فانت فول ستوب وتبداي حياتك من اول وجديد. واللي بعنا خسر دلعنا. شكرا يا دي، عفوا عليك، نورتيني حبيبتي، اشوفك تاني اكيد. ودي كانت اخر فقره معانا النهارده في حلقتنا، فهقول لكم باي باي واشوفكم بكره، هتوحشوني قوي. باي.